ايوه يعني، يعني ما تز... يعني بعيدي عن شريف عشان ما تندميش يا ليسا. يا جماعة احنا هنفضل مستحلفين لعمر كده القعدة كلها، استحلاف لعمر واستهزيء في عمر، عمر بقى مهزأ القعدة. حرام عليكم والله، انا صاحي النهارده ظهري وجعني ورقبتي وجعاني وايديا وجعاني ووشي وجعني. I'm sorry but baby is بعد المرة اللي فاتت وسكتنا، لا المرة دي مش هينفع. خلاص يا جماعة في ايه يعني؟ مش عيب عليكم يبقى في اتنين معاكم في البيت وما ترضوش تعزموهم على التحدي؟ والله ما انا مش عارف بقى، انتوا اصلا عيلة قليلة الذوق. هو حاليا المفروض نكون جاهزين بس انا معرفش. ملفس ملفس، وقتها ربنا يحلها، وقتها يا ربنا يحلها. مالها معرفش. طب يلا ندخل نكمل، مش حاسه حاجه. طيب ماشي، يبقى لسه هتحسي بعد شويه. هو في ايه اللي هتحسي بعد شويه دي؟ You think I'm someone to be safe, someone to clean up and tame. Oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change, never change. Oh, they say I should feel guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wake. Swear I didn't mean to make them break. حرام عليكم والله، انا صاحي النهارده ظهري وجعني ورقبتي وجعاني وايديا وجعاني ووشي وجعني وكل حاجه. انت تستاهل، ده احنا كنا هنفرم امك. بس بقى ده انا على فكره يعني ما عملتش حاجه. انا بصوا بقى، انا لو قعدت معاكم اكتر من كده هنزل، يعني لو قعدت مع عمر اكتر من كده هضربه، فالاحسن انا انزل اقعد تحت مع اللي تحت. اه والله خدني معايا، تعال بقول لك انا جايه معاكوا بقى، وانا مش عايزه اقعد معاك يا جماعه ما عملتش حاجه. طب استنوا نازل معاكوا. يا جماعه احنا هنفضل مستحلفين لعمر كده القعده كلها، استحلاف لعمر واستهزيء في عمر، عمر بقى مهزأ القعده. طيب ماشي معلش، يعني ايه والله كان مقلب خفيف يعني. وبعدين انا اصلا ما اعرفش ان المقلب التمام، يعني كنت على الاقل هبقى بضحك، لكن انا بجد كنت ما اعرفش. الله اعلم بقى بالحقيقه. يا جماعه انتوا مش فاهم انا ايه اللي هيحصل يعني. طيب كملوا، انتوا تجاهلوني بقى شويه. والله حتى لو تجاهلناك برضو هتبقى في دماغنا المقلب اللي انت عملته فينا. طيب معلش. اوكي يا جماعه، بدل القعده الممله دي انا عندي فكره تحدي حلوه جدا. اوكي استر يا رب من تحدياتك دي، عارفينها. انت تسكت خالص على اساس ان مقلبك هي اللي حلوه، يعني انت تسكت خالص، مش عايزه اسمع نفسك، فاهم؟ حاضر حاضر اتفضلي. ايه رايكم انتوا في المقلب ما عدا عمر؟ هو ايه عمر ده بقى، نكره فيك ولا ايه؟ ما تكلموني عادي العادي، يعني كل ده عشان مقلب؟ عشان مقلب حيوان شبهك. على فكره انا مش حيوان. ما احنا مش عارفين، احنا عارفين ان انت مش حيوان، انت حشره. ما تبطل بقى الصراحه، مش عن يعني عنده حق. ليه ما تدافعي لي؟ انا ادافع لك؟ لا خلي الاربعه الباقيين يدافعوا لك. قصدي الثلاثه الباقيين يدافعوا لك. استغفر الله، يعني ما انتوا اللي قلتوا لي اتمنى اللي انت عايزه، وقلت لكم حاجه هتزعلكم قلتوا لي لا اتمنى. ما انت كنت هتموت بقى مش تتجوز اربعه يا حيوان. ما خلاص بقى شوفي المقلب اللي انتوا قلتوه ده. اوكي لازم هنعمل عمر يا جماعه حلو النهارده وخلاص، وهنحاول نتقبله علشان التحدي اللي احنا هنعمله مش هينفع كده. اوكي خلاص ماشي، بس قولي التحدي. ايوه قولي التحدي الاول، علشان على حسب التحدي نوافق نتقبل عمر ولا نرفض عمر. ممكن على فكره يعني لو تحدي ممكن عمر يطرد فيه، ممكن نطرد عمر عادي يعني، مش هيفرق معانا واحد. ايه لا للاسف مش هينفع، لازم يبقى كل اتنين اتنين اتنين، كل الاتنين مع بعض للاسف بقى. معلش يا ليلي، ربنا معاكي. ربنا معاكي بالظبط كده، لان هو ليلي فعلا مع عمر وانا ومحمد مثلا وانتي وعلي واحمد ونانسي وليسا وشريف. ايه تابع ليسا وشريف؟ المهم بصي انا هطنشك دلوقتي. المهم احنا لسه مش شلناش الورد ده ليه؟ مش عارفه. صح، طيب هشيله بعد كده اقول لكم الفيديو. ماشي يلا نشيله. تمام زلتينا عشان تقولي التحدي، يلا قولي. حاضر حاضر. اوكي تحدي يوم كامل سوشيال ميديا. نعم يوم كامل سوشيال ميديا، ايه الغريب في اللي انا بقول؟ بقول سحر انا؟ ايوه ايه سوشيال ميديا ده؟ معلش اصل انت دماغك مش متوازنه النهارده، فمش هتقدر تتقبل التحدي زي ما احنا متفاهمين، يعني كلنا فهمناه. انت فاهماه بس ايه هو بصراحه؟ انت بس اللي فاهماه، انا مش فاهم، انا قاعد جنبك ومش فاهم حاجه. اصبر يا محمد بالراحه كده، ايه اللي مش مفهوم؟
يعني ايه تحدي يوم كامل في السوشيال ميديا او يوم كامل السوشيال ميديا؟ سهل يعني، ده انتوا المفروض حتى من قبل ما انا اقول لكم ومن قبل ما انا اعرفكم قلت لكم ان هو كل اتنين مع بعض، يبقى كل اتنين في مع بعض هيبقوا سوشيال ميديا. ايوه ده ازاي يعني؟ ايه ان شاء الله يعني مثلا لو انا يوتيوب هبقى حامله، اهي فهمت، اهي فهمت، اكتر واحده فينا بتفهم في الاخر فهمت، ما بتفهمش لغتنا وفهمت. ايه المشكله في مخكم كلكم بقى؟ طب يعني ما تفهمينا يا ليسا مادام فهمت. هاتل هي بتقول ان كل اتنين هيبقوا سوشيال ميديا، يعني مثلا محمد وايمي مثلا هيكون يوتيوب مثلا، واحمد ونانسي مثلا واتس مثلا وكده، يعني كل اتنين هيخطوا حكا ويلبسوا اهتل، يلونوا صالهم اهتل، ومثلا بالنسبه للفيسبوك قصدي الواتس، ايوه يعني مثلا لو حد اتنين اختاروا الواتس هيلبسوا اخضر وياكلوا اخضر ويعملوا كل حاجه باللون الاخضر، ويشوفوا فيديو مثلا ايه، يعملوا حاجه بتاعه تيك توك او يعملوا حاجه بتاعه فيسبوك او تعملوا حاجه انتوا فهمتوا. نجرب ترند الحاجه، الترند اللي طالع في السوشيال ميديا بتاعتي بالظبط. طب يعني سؤال بس، بما ان مفيش ترندات اعتقد بتطلع في الواتس، يعني في حاجه اسمها ترند واتس؟ مفيش حاجه اسمها كده، ما اعرفش بقى اللي قاعدين على الواتس دول بقى يقعدوا يركنوا على جنب. في انستغرام طبعا، يعني عندنا كذا حاجه، عندنا يوتيوب تيك توك وانستغرام وفيسبوك وواتس وسناب شات، عندنا كذا حاجه. طيب طيب فكره حلوه قوي. بس ازاي نبدا الفيديو بقى ونبقى فاهمكم اكتر من كده؟ انا زهقت. حاضر حاضر انا فهمت. على فكره انت محمر يا احمد، واضح والله ان انت ما فهمتيش. لا يا احمد انت ما فهمتش، انت الغلط. ايوه ايوه واضح. طيب يلا نبدا الفيديو بقى. حاضر يلا نبدا الفيديو. ليتر. هلو بنات الحلوين، النهارده رجعنا لكم بفيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون عن تحدي يوم كامل سوشيال ميديا، يعني كل واحد هيكون سوشيال ميديا، كل اتنين مع بعض، مش كل واحد، كل اتنين مع بعض، يعني كل اتنين هيكونوا سوشيال ميديا. فيلا نبدا. اوكي لو مش فاهمين، هو التحدي مش مفهوم يعني، او مش مفهوم مش عارفه، يعني هو من فكرته كده حاولوا تتخيلوا، يعني انا مش عارفه اللي ما فهموش التحدي لغايه دلوقتي يعملوا ايه، يعني حاولوا تتفرجوا جماعه، اتفرجوا، ان ما فهمش يتفرجوا هيفهم التحدي. والله التحدي انا مش عارفه اشرح اكتر من كده، انت مع قد الدنيا، اسكت انت خالص. طيب يا جماعه قبل ما نبدا الفيديو تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو احنا بننزله، وتابعونا فيسبوك وتيك توك وانستغرام باسم توك كوارلت، وهتلاقوا كل الروابط في الديسكربشن بوكس. في حاجه تانية بنقولها ولا ايه؟ لا خلاص. طيب طبعا هنشوف بقى دلوقتي مين هيكون ايه ومين هيبقى ايه ومين مش هيبقى ايه، انتوا فاهمين بقى، يلا بينا. اوكي يا جماعه، بما اننا دلوقتي شلنا كل حاجه وفضينا المكان دوت عشان نعرف نتحرك كده ونبقى براحتنا، وشلنا الترابيزه حطيناها هنا برضو، يلا بينا. اوكي دلوقتي كل اتنين هنقسم الفريق ازاي؟ سهله وبسيطه يعني. انا وانت نانسي واحمد، علي وجوليا، عمر وليلي، ما فيش حد غير عمر، نعملك ايه يعني، هو عمر ومين تاني؟ ليسا وشريف. اوكي طب ليه انا مع اسليف ليه يعني؟ بقولك يا ليسا بقى بطري حوارات، احنا عارفين. اوكي مش هيبقى عليكم يبقى في اتنين معاكم في البيت وما تردوش تعزموهم على التحدي؟ والله ما انا مش عارف بقى، انتوا اصلا عيله قللت الذوق. اهلا اهلا، يعني التحدي مش مكفي اصلا، هنجيب سوشيال ميديا اكتر من كده ايه؟ هنخترع؟ تخترعي بقى ما تخترعيش، احنا سمعنا التحدي وعجبنا وانا عايزه اعمل التحدي. استغفر الله، هو انتوا جايين تعملوا معانا تحديات؟ انا مش فاهمه انا في ايه، ايه الشغل اللي انتوا كنتوا جايين تعملوه دلوقتي؟ الشغل اختفى وبقيتوا قاعدين تعملوا معانا التحديات والمقالب. ما اعرفش بقى، انا جايه اعمل التحدي في مكان وانا ما فيش هبقى اشترك مع حد، حتى لو ما فيش مكان هبقى ادخل مع، انا هدخل مع ابني. لا يا ماما معلش، شكرا انا معايا ليسا كفايه، قليل ادب. خلاص خلاص خليكم انتوا الاثنين مع بعض، تقرفونا بقى. طيب مامي. طب مامتك بقى دي تبقى مع مين؟ طب خديها معاكي. ماشي اوكي هاتوا مامي معايا. ايه ده يعني هتبقوا ثلاثه دلوقتي؟ يا ماما دي مامي ليسا، مش مامتي. يا كلبي قليل الادب، معلش يا ماما. يلا هاتوا. ايه تحدي اصلا؟ اوكي مامي تحدي يوم كامل سوشيال ميديا، هنشوف انا وانتي وسليف هنبقى ايه بقى. اوكي يا رب كده معانا كام فريق عشان نعرف لازم ناخد كام واحد من تطبيقات السوشيال ميديا. ماشي كده. طب ماشي نقف جنب بعض عشان نعرف احنا كام فريق. خلصوني.
Much later. طيب يا جماعة، وكده كل فريق بقى مع بعض، وهنشوف بقى احنا كم فريق دلوقتي. 1 2 3 4 5 6 ستة، يعني عايزين تطبيقات، 6 تطبيقات. طيب ماشي، معنا كم واحد بقى نشوف؟ تيك توك ويوتيوب وانستجرام وفيسبوك وواتساب وايه تاني؟ في ايه تاني؟ في سناب شات، وسناب شات وايه تاني؟ طيب لا يا حزة يا جماعة، كده في لخبطة. اوكي انا نشوف كل واحد طب هياخد ايه. اوكي انا وانتي ايه رايك تيك توك؟ تيك توك اوكي عشان الوانه حلوة، ماشي خلينا تيك توك. اوكي انا يوتيوب، اوكي يوتيوب حلو يوتيوب، ماشي يا جماعة انا ومحمد هنبقى تيك توك واحمد وننساب ويوتيوب، مين تاني؟ هلينا ناخد انستجرام، ماشي انستجرام الوانه حلوة. هتاخد ايه؟ معرفش. ايه رايك ناخد واتس؟ خليك عشان انت رغاي وبتاع الستات بتحب ترغي، ما تبطلي بقى يا ليلي. في ايه؟ ماشي احنا ناخد واتس، ماشي خد واتس. وفاضل كده فيسبوك وسناب شات. لا فيسبوك ارحم من سناب شات. ايوه فيسبوك. انت بتضحكي ده ليه؟ معرفش متحمسه للتحدي. خلاص خلينا احنا سناب شات يعني، ماشي. لا بقول لكم انتوا مش لاقي معاكم سناب شات خالص، خليكم انتوا فيسبوك، انتوا خليكم سناب شات. سناب شات لا خلاص خلينا سناب شات. انت مش عاجبك سناب شات ليه؟ طيب خلينا سناب شات، مفيش حاجه. ليه مش عاجبك؟ مش عاجبني بس يعني ما بحبش اللون الاصفر انا. طب معلش يعني امال الازرق؟ خلاص اصفر خلاص احسن برضو، احنا خدنا الفيسبوك احسن من اللي سناب شات. طيب يا جماعه كده خلصنا، فاعتقد دلوقتي هنروح نغير شعرنا، كل واحد بقى يفترق يغير شعره. البنات هتروح سوا والولاد يروح سوا، يلا غيروا شعركم مع نفسكم. باي باي، ماشي احنا هنطلع فوق يلا. A few minutes later. كده جاهزين ولا مش جاهزين؟ ما جاهزين خلاص. طب يلا احنا كمان نغير لون شعرنا ونشوف هنلبس ايه. ماشي يلا بينا. انت هتفضل فرحان كده؟ لا مش فرحان ولا حاجه. يلا طيب يلا ماشي يلا. هو حاليا المفروض نكون جاهزين، بس انا ما اعرفش احنا هنجيب الالوان بتاعت اللبس دي ازاي. صح يعني الوان الشعر سهله، لكن الوان اللبس بقى غريبه يعني وخصوصا التيك توك ده. انا ما اعرفش انا ليه اخترت التيك توك. هو الوانه التيك توك نفسه الوانه حلوه، بس اجيب لبس شبه التيك توك منين؟ خلاص يا بنتي كاتلي فكره، هي انت تحاولي تطولي على اقلب لبس للتيك توك. ازاي يعني؟ يعني لو ما لقيتيش لبس فيه اسلق واحمر واسود وابيض، تكيبي لبس اسود وبس، سهله يعني. ماشي فكره، انما الباقي سهل. ما قتل الانستغرام، الانستغرام صعب قوي يعني. هنستهد انستغرام ليه؟ الانستغرام ده صعب قوي والله. لا في كذا لبس ممكن تاخديه يعني، توك بوك مليانه لبس من الوان الانستغرام. طيب هشوف. طيب يا جماعه خلينا نغير لبسنا ونرجع معاكم. Much later. عن المره اللي فاتت وسكتنا. لا المره دي مش هينفع. خلاص يا جماعه في ايه يعني؟ ما هو ده لازم التحدي. ايه يا جماعه في ايه؟ مش نسيبكم شويه تتخانقوا؟ ايه ده ايه القمر ده يا محمد؟ اسكتي بقى، ايه اللي حصل؟ مش شايفه ايه؟ شايفه واحد يوتيوب قدامي. اتخرسي بقى. ايه يا محمد في ايه؟ انا وعلي لازم بشرتنا تبيض بسبب شريف بيقول لازم تبقوا ابيض عشان ال يا جماعه اهدوا بس. مش السوشيال ميديا يا ايمي، لازم يبقى العلامه بيضه فيها. ايوه يبقى ينفع محمد يكمل بلون بشرته، ولا كان لازم نحط له حاجه تبيض هو وعلي؟ ايوه وخصوصا علي، لان الشبح اللي على السناب شات كبير، ومحمد برضو علامه البلاي اللي على اليوتيوب دي كبيره باينه يعني، فانتوا لازم الاثنين تبقوا بشرتكم بيضه. اسكت جاتك نيله يا علي بصراحه يعني. انا افتكرت في حد هنا هو بيعيط نور مثلا، او اي بنت مش نور يعني. اي بنت اسكتي سكتوا لي ليدي. امال فين بقيتكوا؟ ايه ده في ايه؟ شوفي اخوك يا نانسي ماله بيعيط اهو. شفتي حتى نانسي شعرها اسود يا ريتني خدت التيك توك. ايوه ما انا عارفه، ما انا قلت لك لازم نغير التيك توك عشان مش هينفع البس انا لبس نانسي لابسه ده. طيب ماشي مبهدلاني. من امتى وانت بتخافي تلبسي ضيق؟ من النهارده عشان الدكتوره قالت لي ما تلبسيش ضيق تاني عشان البنت ممكن يحصل لها حاجه لا قدر الله. يا حبل كانت بنت سمنها هسلاها لا كتر الله. لا ان شاء الله ما حصلهاش حاجه يعني اخيرا يا ايمي هتبداي تلبسي واسع. يعني احنا انصغرت. هبدا. وبعدين ايه يا علي بتعيط ليه؟ فضحتنا يا علي. شوفي جوزك بقى مش اخويا انا، مالي انا. بالظبط شوفي جوزك
ايه يا علي بتعيط ليه؟ فضحتنا يا علي. مش شايفه بشرتي بقت بيضه يعني ايه يا جوليا؟ معلش يا علي اني ما تسترجل شويه في ايه. حاضر. امال فين بقيتكو؟ ايوه صح فين بقيتكو؟ جوه جايين. ايه يا جماعه جينا. اهلا. ايه يا نانسي ايه القمر ده؟ او ماي جاد ميرسي. ماشي. بس انا احلى منك اكيد يعني يا احمد ما تخليك. ماشي انت احلى. يا جماعه فين ليسا؟ جايه جايه وطقم الانستجرام هيكمل دلوقتي. استر يا رب عشان انا مش عارف فكرتها كانت غريبه ان كل واحد يبقى بلون. دي حلو حلو يا اخويا. مش احسن ما تكون احمر وابيض؟ ماشي ماشي. اهدى يا عم في ايه. طيب فين لفت مراتي؟ جايه ما تقلقش. ايه يا ليلي مش حاسه بحاجه؟ حاسه بقرف. ايه يا ليلي في ايه؟ حاسه ان انا هرجع لخبصتك. خلاص يا ليلي معلش عشان خاطرنا المره دي استحمليه في التحدي. حاضر. يلا مش لازم نقف جنب بعض بقى ولا ايه؟ اه طبعا نقف جنب بعض. طب واحنا كمان؟ اوكي. ايه خلصت؟ دي ليسا واقفه لوحدها. الله اسمعي يا ليسا. ايوه. بصي بقى انتي هتبعدي عن شريف يا اما انا هظبطك. عايزه ايه يعني؟ يعني بصي انتي لو ما بعدتيش عن شريف انتي هتندمي. ايوه يعني يعني بعدي عن شريف عشان ما تبعديش ما تز... يعني بعدي عن شريف عشان ما تندميش يا ليسا. ما اوكي اوكي امشي قدامي. هطل جبانه وهتبعد عنه على طول. انا كده خلصت من ليسا وشريف. يلا نكمل بقى. هلو لولو. او ماي جاد. لا 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 تنقصح كلام مونك. كلام كلام في ايه يا ليسا؟ ما في حاجة. يلا يلا نكمل التحدي. اوكي. يا سلام والله شكلنا حلو. ايوه طبعا. الله مش انا معاكم؟ ده انتي وجودك بوظنا التحدي. خلاص يا جماعه بعد كده هنعمل ايه بعد ما لبسنا وخلصنا واتخانقنا وما اتخانقناش وقطعنا بعض وما قطعناش وتهزقنا وما تهزقناش واللي بقى ابيض واللي بقى بقاش؟ خلاص يا محمد في ايه يعني؟ مش كل دوت عشان لونك؟ وبعدين كده انت كيوت وقمر. ايه انا طول عمري كيوت وقمر اصلا؟ قول كده بقى. طب بطلي. طب ماشي حاول اهدي عصبيتي وما يبقاش. اوكي يا جماعه عايزه بس اسالكم سؤال. ايه رايكم في ان انا غيرت حواجبي وغيرت حواجب احمد؟ او ماي جاد حلو. عارفه انه حلو. حلو. معرفش يعني ايه الغريب في كده. عشان التيك توك عليه حرف كده من هنا بينك وحرف من هنا ازرق او اخضر مغدر. انا عارفه اللون فحلوقي كده في صدوقي. انا معرفش. المهم فمحتاجينه نحطه في شعرنا. اكيد مش هنلون شعرنا خصله وخصله يعني لان مفيش حاجه اسمها كده اهو. فروحت قلت هنلون الحواجب. طبعا ما كل واحد بيختار اللي هو عايزه. شفتي كان زماننا التيك توك. ما ينفعش عشان اللبس. طيب بس اللي انت لبسيه يعني واسع قوي. ماشي بس اوسع من اللي هي لابساه يعني. اللي هي لابسه نص ضيق قوي. اخنق البنت يعني؟ عايز البنت تموت بعد الشر. طبعا بعد الشر. انما قولي لي يا ايمي. هاي يا دي النيله مش حاسه بحاجه النهارده. ايه لا مش حاسه بحاجه. طيب ماشي يبقى لسه هتحسي بعد شويه. إيه هو في ايه اللي هتحسي بعد شويه دي؟ ما يعني ايه؟ لا مش قصدي. قصدي يعني هتحسي بفرحه التحدي بعد شويه. بتتكلمي عن فرحه التحدي؟ لا فرحه التحدي موجوده. يبقى ما يبقى خلاص حسيتي بيها. يا جماعه ايه يا محمد وطي صوتك كده هتشلنا في ايه يا جماعه؟ محمد في ايه؟ اهدى طرشت ودن الناس اللي لابسه السماعه. افرض واحده دلوقتي قاعده قاعده في امان الله بتتفرج على الفيديو بتاعنا دلوقتي حالا عادي يعني وبعدين راحت سمعت واحد بيقول ايه يا جماعه بصوت عالي قوي يعني ودنها تترش يرضيك يعني ولا ايه؟ ايوه كده. اهدى 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 اهدى. طب احنا ليه واقفين في المطبخ؟ هو ده اللي هتقوله اصلا. يا جماعه احنا ليه واقفين في المطبخ؟ ايوه صح. ليه؟ طب ما ننزل. والله ننسى احلى. طب يلا تعالي. اوكي تعالي. برضو ما سمعتش كلامي. طب مش هي حره؟ استنوني كمان والله نسيت يعني انا من الاستلين كلام بلتو. الايه قالت ايه دي؟ ما اعرفش. قالت الانستجرام. معرفش هي قالت نون زياده بس معرفش النون حطتها امتى. حلو حلو يلا ننزل بقى عشان انا مش طايقه اقف في المطبخ اكتر من كده الدنيا حر. ماشي اقول لها دلوقتي. قول لها يلا يا نانسي. طيب ماشي ليسا. ايوه هو انا لو جيت اتقدم لك هتقبليني؟ ايه
لا ما انا ما لا ما ما ايه خلاص. اه دي ليسا واقفه لوحدها. الله اسمعي يا ليسا. ايوه بصي بقى، انتي هتبعدي عن شريف يا اما انا هظبطك. يعني بصي، انتي لو ما بعدتيش عن شريف انتي هتندمي. ايوه يعني بعدي عن شريف عشان ما تندميش يا ليسا. ما اوكي ب... 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 امشي قدامي. هاطل ما لفس وقتها ربنا يحلها، وقتها يا ربنا يحلها. مالها معرفش. طب يلا ندخل نكمل. تمام، بما ان كلنا هنا فهنعمل ايه؟ كلنا هنا ايه ده بقى؟ فجأة بقى دمك خفيف يعني؟ عشان انا بقيت دلوقتي محروق دمي. محروق دمك من ايه؟ عشان انت حرقت دمي، عشان انت بتنرفز. طب ماشي انا مش بتنرفز، ايه دي بس؟ ها ما انا خدت منك العصبية. خلاص يا ايمي في ايه؟ حاضر بهزر بنرخم عليك. دمك سم والله. المهم طيب بتقول ايه؟ نسيتيني. بما اننا كلنا هنا، كلنا هنا، فالمفروض هنعمل ايه بعد كده؟ انا مش عارف التحدي ايه نهاية التحدي. نهاية التحدي بعد كده كل واحد هيشوف ايه الترند اللي عنده. يعني مثلا بما اني انا وانت على اليوتيوب فنشوف ايه ترند اليوتيوب. احمد ونانسي ترند التيك توك، الانستجرام يقعدوا يصوروا نفسهم ويصوروا الناس، معرفش هيعملوا ايه. الواتس ممكن يتصلوا بالناس اللي في مصر يعني اهلنا وكده يطمنوا عليهم. بالنسبه للفيسبوك يقعدوا يجيبوا لنا اخبار. هم انتوا اصلا بتجيبوا لنا اخبار الدنيا، انتوا مجسوسين اصلا من غير ما يعني من غير احراج يعني. بالنسبه لعلي وجوليا يقعدوا يعملوا فلاتر مع نفسهم كده يصوروا برضو، اعتقد او يقعدوا يصوروا ما اعرفش. فعلي وجوليا يقعدوا يعملوا فلتر وبس. مين تاني؟ محدش تاني. اوكي يعني احنا نعمل ايه؟ ممكن تشوفوا كام صورة لنفسكم كده وتقعدوا توروها للناس، ايه رأيكم؟ والله فكرة حلوة. طب ماشي بس ما عندناش صور لنفسنا. خلاص بسيطة، روحوا تصوروا. روحوا تصوروا. نتصور؟ اي والله تعالوا نتصور، انا بحب اتصور. طب استنين، يلا تعالى تعالي. اوكي باي باي. اوكي فاضل مين تاني؟ معرفش مين تاني ممكن يمشي يعني. علي و علي وجوليا. لا عمر وليلي. عمر وليلي روحوا اتصلوا بالناس يلا طمنوا عليهم. حاضر تعالي. يو معاك امال معاك جيران يعني، ما تعالي. طب واحنا انتوا استنوا هنشوف لكم دلوقتي ازاي هتعملوا فلاتر يعني. بالنسبه لاحمد ونانسي ممكن 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 روحوا دوروا على ترند تعملوه. ماشي طيب. يعني ايه نعمل ترند؟ يعني تشوفوا ترند توكابوكاوي او ترند عادي وتحاولوا تقلدوه. اوكي تعال نقعد نفتح بقى تيك توك. ماشي بالنسبه لنا احنا في الاخر احنا عارفين هنعمل ايه. الجيران اللي جنبنا نعم، روحوا وشوفوا اخبار العالم كده وتعالوا لنا. حاضر كتقنيله. طيب فاضل احنا نشوف ازاي هنعمل ترند يوتيوب واحنا في اليوتيوب، وفاضل علي وجوليا نعرف ازاي هيعملوا فلتر وهما اصلا من غير يعني توك توك ما بتركبلهاش فلتر. يعني هنعمل ايه يعني؟ والله ما انا عارف، بس انا جات لي فكره لعلي وجوليا ممكن اساعدهم معايا اساعدكم يعني. اوكي ماشي، هاتوا موبايل او هاتوا حاجه كاميرا يعني. ماشي هاتوا. حاضر لحظه. خد كاميرا. ماشي كاميرا هتعمل ايه؟ هفهمك اصبري بس لحظه. ناخد لهم صوره. خدنا صوره. طب ابتسموا واعملوا اي حاجه. طيب ماشي حاضر. طب بقول لك ايه، سيبهم هما يتصوروا واحنا تعالى ندور على ترند اليوتيوب، احنا مش هنلحق نعمل احنا. صح. طب ماشي خده. بس طب اقول له يعمل ازاي؟ قول له يلا. انا عارف فهمت فكرتك. لا ما فهمتش يا اخويا، تعالى قولها. هو بيقولها في هي سر يعني ولا ايه؟ ما اعرفش يعني، انا حتى من سناب شات كان يقول لي، ما اعرفش بقى ممكن اقول ايش تعملها. ماشي واحنا بقى ما اعرفش والله، يعني المفروض احنا اصلا ما نعملش حاجه لان احنا قاعدين اصلا في اليوتيوب. والله يعني الفيديو هينزل في اليوتيوب فانتوا بتتفرجوا عليه دلوقتي يا جماعه في اليوتيوب. احنا بنعمل يوتيوب يعني، احنا في اليوتيوب دلوقتي نعمل ايه اكتر من ان احنا يعني نبقى قاعدين في اليوتيوب حاليا؟ والله مش عارفه. خلاص يبقى احنا كده نقعد ملوك وملكات. اتس اوكي. طب نعمل اي حاجه؟ ماشي هتعرف. هعرف. طيب حلو قوي. خلاص كده انا بعت لك الصور، يلا بقى اعملها. حاضر. انت عملت ايه؟ ما تفهمني يعني، انا قاعده معاك حماره. ما تصبري يا جوليا، اصبري. الروبوت ده هينتج مصنع. ايه اللي انا بقوله ده؟ انت طيب ايه اللي عملته؟ الروبوت هيمنتج شويه الصور اللي انا عملتها ديت على زي كليب كده، وهو اللي هيتعمل. اسكتي بقى يلا.
حاضر بيحمل ما تصبر. حاضر. وبعدين هو اصلا يعتبر الروبوت من ضمننا ليه؟ ان شاء الله ده غش اصلا. ايه ده، هو مش روبوت اصفر؟ اه طيب خلاص يبقى متابعنا. استنى، انك انت بتعرف تلف المواضيع اكيد يعني. المهم خلصني. حاضر حمل. طب حلو قوي، يلا بقى عشان نعرضه للناس. يلا مش هما شوفوا انا الاول، الناس الاول. طيب يا جماعه، قررنا ان كل واحد هيعمل تصميم وبمونتاج الروبوت او بمونتاج اللي احنا عايزينه، يعني احنا يا اما احنا اللي منتجه يا اما الروبوت اللي يمنتجه، كده كده في الاخر جوانا اللي بتمنتج اصلا. المهم فكله هيعمل تصاميم ما عدا الفيسبوك، لان الفيسبوك ما فيهوش تصاميم، لكن اليوتيوب اكيد فيه تصاميم. الواتس ما فيهوش تصاميم، قلنا في حاله. اه صح، حاله في الواتس، فاحنا هنعمل حاله لعمر وليلي. وطبعا تيك توك مش محتاجه اتكلم عليه، ده كله تصاميم اصلا تقريبا. اه والله ترى تربع تصاميم. وسناب شات ما فيهوش برضو، بس في صور كده تقدروا تجمعوها وتعملوا بيها تصاميم، فبرضو مشينا الحال ان احنا نعمل تصاميم لعلي وجوري. وطبعا انستجرام فيه شويه صور، فهيتصوروا شويه صور ويعملوها في اماكن، وهوب برضو تصميم وبس. فليتس جو، هنعمل تصميمنا ونعرضها كلهم مع بعض، عشان احنا فشنا جوري وعلي وهم بيعملوا تصميم وهيوريه لكم مع بعض. فهنعمل تصميم كلنا ونعرضها. باي باي. Much later. اوكي يا جماعه، كده عملنا كلنا التصاميم بتاعتنا وهنعرض لكم التصاميم دلوقتي. ماشي، خليكم مع تصميمنا. كان تصميمنا ان شاء الله يعجبكم. اوكي تصميمنا بقى، احنا اول ناس عاملة اصلا. ماشي شوفوا التصميم بتاعنا. ايه رأيكو؟ حلو جدا. اوكي يلا دورنا احنا بقى. ماشي هتبني. طب ليه؟ طب قولي عملت انا ايه؟ حب وحبيت بك واهتميت يا انا وعديت ولا انت نسيت؟ فاكر لما قفشتك مع نرمين 4 مرات؟ طب فاكر سارة وميرا ويارا دي انا كده فاكرها بالذات، وقتها حتى دلعتك وقولت اسكتي يا كوتي 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 صحابي هزقوا فيا بكرامتي مدح وبلاط. الوزع راحت، الوزع تنتن، الوزع بوكو، الوزع تنتن، الوزع راحت، الوزع تنتن، الوزع بوكو، الوزع تنتن. انا بكرامه، انا لا اراها، ابحثوا معايا اصدقاء. هتبني. طب ليه؟ طب قولي عملت انا ايه؟ هتبني. ان شاء الله يكون عجبكم التصميم. واو ربع عارف. يلا مع الحاله بتاعتنا. الحاله هو عامه الحاله بتبقى حزينه اعتقد في اغلب الاوقات، فاحنا عملنا تصميم حزين. يب فشوفوا يلا. غين نديرو ليدات، غين نديرو شفاني، خدينا احنا الشواهد وفاتو شحال ديزاني. يا دنيا قولي لينا علاش غالية كضلامي، داكشي انا تمنيتو كنشوفو غير في حلامي. ما تبكيش امي انتي دموعك غاليين عليا، دابا يفاجيها ربي وتهزينا راسك بيها. انا العاطل مشات حياتي باطل انا. حزين فكرني بيك. حاضر حاضر معلش. فكرني بيك انت مؤذي معلش. اوكي ما تصميمنا في اماكن مختلفه بصور مختلفه، يلا شوفوه. You know, just to fly away. If you want it, you can take a breath of play. A kilometer is a storm is coquetando. You may be in a soaking army, so to come. You know, I got a lot to say. All these forces in the background of my brain. You may be in a soaking army, so to come. تصميم هوت والله. اه والله جامد كتا. طيب كده خلصنا؟ اه خلصنا. طب واحنا ملناش حاجه ليكوا عندكوا؟ يعني المفروض نكون عندنا. اه والله يعني قله ذوق والله. طيب طيب مش شوفوا عايزين تعملوا ايه.
وبعدين اللي كلكم عاملين كده اهو ايموجي لايق مع وشنا. لايق مع الوش. طيب ماشي، هنوريكم بتاعنا وخلاص يا جماعه. يعني عملنا واحد كده مع برضو مع دودي، يعني دودي اللي عامله. انا اتمرمط، اسكت بقى، يلا هنوريه لكم. Another day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down, and then you pulled the rug. I was getting kinda used to being someone you loved. وبس يا جماعة هو ده بتاعنا، حبينا نعمل المنظر دوت علشان نكون زي كل واحد مع لون وشه بقى، معرفش هو كده بيعمله كده فاحنا عملنا كده. ايوه طيب ماشي يا جماعة، يلا عشان ننهي الفيديو بقى اعتقد كده. انا مالي تعبت كده؟ مالك؟ ما اعرفش. ايه ده مالك؟ ايه ده ايمي؟ ايمي امي؟ ايه ده وديها المستشفى؟ هي مالها اغمى عليها كده ليه؟ كانت تعبانه؟ لا ما هي كانت قاعده عادي. يا مسهل. ايه ده ايمي؟ ايمي امي؟ يا عم ما توديها المستشفى اكيد، يعني ايه المستشفى دي اغمى عليها بس. ايوه هاتوا برفان وهتفوق. ايه مستشفى ده؟ انت مكبرين الموضوع. لا مستشفى مستشفى. هو انت ايه ما عندكيش شخصيه؟ برفان وهتقوم. قومي يا ايمي. ماتش 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 ليتر. دي مش راضيه تفوق، خلاص وديها المستشفى. طيب ماشي هنوديها المستشفى ليتر. اوي ايه اللي حصل ده؟ ان شاء الله ما فيش حاجه، بس ننهي الفيديو طيب عشان مش هينفع كده. ايوه ننهي الفيديو يا جماعه. نكون وصلنا نهايه الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو احنا بننزله، وتابعونا في فيسبوك وتيك توك وانستغرام، هتلاقوا الرابط في الديسكربشن بوكس. I'm sorry, but baby is... Salam!